اشمعنى الشرطة نزلت وعربات الاسعاف نزلت؟ عربات الاسعاف نزلت والشرطة نزلت تأمن مين؟ ادي الاخوان واقفين عند المقر والشرطة بتأمنهم وعربات الاسعاف واقفة تأمنهم منهم. احنا عاوزين نعرف الشرطة نزلت تأمن من بالظبط؟ تأمن الشعب ولا تأمن الاخوان؟ يا الله 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 يا
يموتوا ليه؟ انا الدكتور انا كنت تخليني ولا مصري انا حتى الكرسي والله العظيم حرام اللي بيحصل ده ده اللي بيحصل ده حرام والله العظيم اللي بيحصل ده حرام كل واحد انا مصري ارحل مصري يتحرك مصري والله العظيم حرام يا مصري احافظ على البلد دي مالكوش دعوه بالشرطه الشرطه ولادنا واخواتنا الملك والانجليز ضد الشعب مع كل الجبهات الاجنبيه ضد الشعب المصري الشعب المصري شايف مصر للناس هتلاقوهم من فئات متفاوته قال لك امبارح انا اجتمعت بالمعلمين انا واحد من المعلمين ولا جدع ولا اي مدرسه ولا اي اداره جاب مجموعه من الاخوان المسلمين رفع شعاراته وهم سقفوا تمام ليه وفتح صدره على الشعب المصري حكم المارش اسكت كل كلام المارش هم اللي موجودين هنا اسكت حكم المارش مين انا عندي اثنين مصابين هنا انت عايزين واحد فيهم كلهم لا خايف